مرحبا بكم جميعا. أحسن ما يمكن أن نبتدئ به هذه الجلسة هي بعض الآيات من الذكر الحكيم، سوف يتلوها علينا السيد محمد أمين سلينا، فله الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ضيوفنا الأعزاء، السيد سفير دولة فلسطين، حضرات السيدات والسادة، نجتمع اليوم في وقفة حافلة بالمشاعر لإحياء ذكرى رجل عزيز علينا، بصمت شخصيته بعملها الدؤوب حقبة طويلة من تاريخ بلدنا، كان فيها رمزا ونموذجا للإصرار والمواجهة والتحدي لتوعية شعبنا وانتشاله من براثن الجهل والتبعية والانحلال. ثم إنه مزج جهاده لتحرير المغرب بجهاده من أجل فلسطين، حيث أنه كان يعتبر علاقته بالقضية الفلسطينية علاقة عضوية عقدية مصيرية ويتصرف على هذا الأساس. هكذا سوف يقوم الأستاذ عبد الجليل ناظم الأستاذ بكلية الآداب، وهو من تلك النخبة التي أفرزتها جهود المرحوم الذي نحيي ذكراه اليوم، بالتطرق إلى مساره في مداخلة اختار لها كعنوان أبو بكر القادري وفعل التأسيس. وارتعينا كذلك في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي تمر منه القضية الفلسطينية أن نذكر عبر فيلم وثائقي بالمواقف الثابتة للمغرب رسميا ووطنيا، حتى تبقى جذوة الصمود والنضال متقدة لنصرة إخواننا في فلسطين. ونختم لقاءنا بقصيدة شعرية لأخينا شيبماء العينين الذي تعرف على أبينا منذ مدة غير يسيرة، والذي يبرهن وجوده معنا وهو من مؤسسي هذه الجمعية عن تلاحم شعبنا وانصهاره. أيتها السيدات أيها السادة، إن احتفالنا اليوم ليس احتفالا بالرجل كموقف وسلوك فحسب، إنما هو احتفال بذاكرة وطنية يجب علينا أن نستعيدها وننعشها دوما لبناء مستقبل بلدنا وأبنائنا.
أشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، والكلمة للأخ الأستاذ عبد الجليل نادم.